تحت الغاليين. ازيك يا طنط؟ يا حبيبتي يا بنت الراجل اللي عايشين في خير وكلنا. قمر يا اختي قمر قمر. بالراحة بالراحة يا حاجة بالراحة. حملك دي واحدة واحدة. كرامة تعالي 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 سلمي ما تخافيش. كرامة مراتي. مراتك؟ اه. ازيك؟ معلش اصل صوتها بعافية شوية. الف سلامة عليك. دي بقى يا ستي ميس فريدة بنت الراجل الكبير الباشا الاصلي. طوال يا حاجة. يا لهوي يما، ما انا قاعدة في حالي اهو. حالك ده ايه يا بنت؟ لا انا مش عارفاكي ولا ايه؟ مالك معيرة كده ليه ولو يا بوزك؟ مفيش حاجة، زهقانة، قرفانة، أي حاجة. لا، الحكاية مش حكاية قرف ولا حكاية زهق. كل من بصتك في البلكونة اللي هتجيب أجلك. أديني سايبهالك، وسايبهالك الأوضة كلها. استني عندك هنا. أنا عايز أفهم في إيه؟ إيه الحكاية؟ ولا أنت فاكرة نفسك إنك كبرتي عليا خلاص؟ أنت عايزة إيه مني دلوقتي؟ عايزة أعرف إيه في مخك؟ يوه يا بنتي يا ضنايا، ما تزرزريش عليا قوي كده. قولي كيف فوتني يا حبيبتي. اقعدي يا ضنايا. يا حبيبتي انا خايفه عليكي، والراجل اللي انت باصه عليه لو جه بس الرجلين قبل الايدين عشان ياخدك مش هنرضى. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان ده لو حصل اخاف عليكي يا ضنايا تترملي وانت لسه في عز شبابك. طفي من بقك يا ام، ربنا ينجيه من كل شر. وينجيكي من شر نفسك. بس نفسي اعرف مين اللي جت مع الحاره. بس مش بقولك اخرتك ان شاء الله السرايا الصفرة. طب بقولك ايه، ما تقومي تسيبيني وتشوفي كده كنت بتعملي ايه. يا بنت فوقي، خميس ده متجوز مراته. اه ما بتتكلمش بس ما تتعيبش. ومين اللي جاب سيره مراته دلوقتي؟ انا عاوز اعرف مين اللي كانت معاه في الحاره. يا لهوي يا لهوي منك يا فوتنا هتجننيني. أكيد هيتجوزها، أكيد دي عروسة. أمال هتكون مين يعني؟ أنا شفت أمه وهي بتحضنها زي ما حضنتني زمان، كانت بتعينها. بس ده قالها عني مراته. ما هي لازم تعرف يا خايبة، دي كانت بتبصلي زي ما تكون بتواسيني. أعمل إيه؟ أعمل إيه يا رب؟ أنا كان لازم أسأله من دي، لازم أقول له جاية ليه؟ نفسي أتكلم بقى، نفسي أصرخ، نفسي حد يحس بيا. وحتى لو أتكلم هتكلم أقول له إيه؟ يا رب يا رب. مستوى